السلام عليكم، تحياتي للجميع واهلا وسهلا بكم. موضوعنا محاضرة اليوم طبعا، او هذا المساق اللي سنبدا فيه، يعني يمكن نبدا في سلسلة، علما انه المحاضرات حضورية، لكن لا بأس من اعطائكم بين فترة والثانية محاضرات اونلاين لحتى يعني نعمل تركيز على بعض الامور الاساسية. طبعا المقرر التقليدي لهذا الكتاب، لهذا المساق، هو كتاب كريستوفر مانينج ومن معه، يعني له Introduction to Information Retrieval. صحيح مادة المادة المعروضة بسيطة جدا يعني وسهلة، وفي كثير من الأمثلة سنراها أثناء إعطائنا المحاضرات. صحيح أنه إحنا في الأيام الماضية كنا قد تطرقنا لكثير من الأمور الأساسية. أول شيء ركزنا عليه اللي هو علاقة Information Retrieval مع العلوم الأخرى، وقلنا لكم عن علاقتها مع الداتابيز، علاقتها مع الداتابيز من وجهة نظر ان الداتابيز كومبليت او ستراكشر، بتركز على البيانات اللي بتكون مهيكلة عادة، بينما الانفورميشن ريتريفال احنا نتعامل فيها مع دوكمنتس مش مع تيبلز. لو يصح لنا نتعامل مع الاشياء اللي موجودة بالعالم كتيبلز بكون احسن واحسن، لكن لا، ليس بمستطاعك ان تتعامل مع كل الداتا الموجوده بالعالم مع هذا النويز بالطريقه المعتمده بالداتابيس. وبحسب النموذج العلائقي اللي طلع لنا فيه ادجار كود بالسبعينيات وبدا تطبيقه بالثمانينيات، لذلك كان هناك حاجه لعلم الانفورميشن ريتريفال لحتى يتعامل مع ذلك النوع من البيانات اللي يوصف بانه انستراكشرد او حتى سيماي structured. ولما نيجي نحكي عن السيماي structured يعني سنتحدث فيما هو قادم عن الـ XML والأفرو والجيسون وهذه الصياغات التي تكون مرحلة انتقالية من الـ unstructured للـ structured. طبعا علاقة الـ IR صحيح، لطالما انك تتعامل انت مع شيء unstructured فأكيد راح تكون علاقتها مع الـ NLP قوية جدا، Natural Language Processing. ليه؟ لأنه Natural Language Processing هي اللي بتجهز الدوكمنتس بطريقة قابلة لأن تسترجع المعلومات فيها بطريقة ممتازة. فهذه مسألة الـ NLP، ولطالما جبنا سيرة الـ NLP فلا بد من الحديث أيضا عن علاقتها بالديتا مايننج، أو عن يعني قبل أن يعني إحنا الـ NLP والديتا مايننج أصلا هي جزء من الـ AI، جزء من ماذا؟ من الـ AI. فالديتا مايننج بجوز انها تتطلب كمان، يعني كنا حدثناكم مسبقا عن علاقه الداتابيس بالديتا مايننج. الديتا مايننج هي ما بعد الداتابيس كمان، بس من وجهه نظر ايش؟ من وجهه نظر انك تتعامل انت مع داتا وير هاوس، مع مخرجات من الداتا وير هاوس على الاغلب. فهي النقطه اللي انا حبيت اشير لها، ومن هون علاقه الاي ار بالديتا مايننج، يعني في اعتماد كبير بيناتهم. لكن الاي ار تتميز بانها يعني لا نريد، يعني لا نبتغي بالاي ار ان نبحث عن معرفه مختبئه بين او hidden in the documents or in the data. يعني الاي ار بس تسترجع معلومات سيرش كويري وايش من بالدوكمنتس وفقط لا غير. لذلك الاي ار على فكره ابسط بكثير حتى من الداتا مايننج. يعني نقدر نقول هي تعتمد على الداتا مايننج او جزء من الداتا مايننج أو جزء من الـ AI، من هذا العلم الواسع الذي يعتمد ويتكي على الـ Database والـ Data Mining والـ NLP والـ Machine Learning بطبيعة الحال وبقية هذه الأمور. ما دام بلشنا نتحدث عن Models بالـ IR، الموديل الأساسي اللي راح إحنا نتعامل معاه اللي هو العلاقة بين الـ Query والـ Document، الـ Query والـ Document. هذا الموديل اللي راح نعتمد عليه لما نيجي حتى بالسلايدات كمان شوي لما نشرح لقدام موضوع الكويري والدوكمنت. لاحظوا كما يوضح هذا الشكل، احنا بكون في عندنا اليوزر تاسك، يعني مثلا بيحط كلمات معينه بناء على انفورميشن نيد معينه، بيوصل للكويري للصيغه المناسبه للكويري، تمام، بتجاوزه لكل سوء تفاهم، لكل مس كونسبشنز ولأي مس انفورميشن، لأي معلومات يمكن تؤخذ خطأ، بحيث انه يوضب او يجهز الكويري بالطريقه الملائمه. الطريقه ايش؟ الملائمه لمن؟ للسيرش انجن
لحتى يطلع ريزلت. اذا مع هذا كله بصير في عندنا حاله ريفاينمنت، تعديل وتحسين للكويري بحيث انه يلاقي السيرش انجن بالطريقه الصح. هذا الكلاسيك سيرش موديل الصحيح. وبالتالي زي ما حكينا لكم مسبقا في عندنا البريسيجن اند ريكول، اذا حدثنا لكم بما فيه الكفايه عن البريسيجن اند ريكول، وقلنا انه البريسيجن هو تي بي على تي بي بلس اف بي، تي بي على تي بي بلس اف بي. الريكول كمان هو تي بي على التي بي بلس اف ان، الفولس نيجاتيف والترو بوزيتيفز، بينما هذا بالمقام بالريكول، بينما المقام بالبريسيجن هو الترو بوزيتيفز والايش والترو او الفولس بوزيتيف. طبعا هذا الكلام كله رسمنا لكم بالايفالويشن موديل كيف بتكون مساله العلاقه بين هاي الرباعيه، وقلنا لكم انه هذا النموذج مستخدم يعني بالماشين ليرنينج بشكل عام كنوع من الايفالويشن بشكل عام، يعني مو بس بالاي ار على فكره. وهو ايضا هذا النموذج اصلا موجود في اختبار الفرضيات بالعلوم الانسانيه وبالتحليل حتى الاحصائي وما الى ذلك من امور. الشيء اللي انا حابب اذكر فيه كمان بهذا الموضوع المتعلق بالانفورميشن ريتريفال، يعني احنا قلنا لكم مسبقا كمان يعني تعريف الانفورميشن ريتريفال هي عباره عن ايش؟ عباره عن ايجاد للماتيريال للمعلومات او البيانات، يوجوال دوكيمنتس، عاده دوكيمنتس، وهي مساله مهمه كثير. لاحظ قبل شوي ذكرناها، وانا ستراكشر نيتشر بطبيعتها لا تركيبيه او لا هيكليه غير مهيكله، وعلى الاغلب بتكون نصوص، لكن لا باس اذا كانت فيما بعد صور او فيديوهات او ما شبه ذلك، لكن احنا بنركز مبدئيا على ايش؟ على النصوص تكست that satisfies an information need from within large collections usually stored in computers. طبعا هذا الكلام كله احنا تحدثنا عنه وقلنا لكم انه مع الوقت اصبح هناك فيه اتجاه انه ال unstructured data هي التي تكون اكثر، يعني في بدايات في البدايات كانت صحيح الاستراكشرد اكثر من ال unstructured، زي ما هو موضح هنا بالماركت كاب، يعني بغض النظر عن الداتا فوليوم الماركت كاب هون موضح لنا انه استراكشرد اكثر، لكن مع الزمن مع الاي او تي والبيج داتا وما حصل من تطور بال بالوسائط الثوره الصناعيه الرابعه من اي او تي لبيج داتا لكلاود وما الى ذلك، اصبحت والكاميرات والموبايلات الموبايل كومبيوتينج صار في الانبوت للداتا لكل شيء من صور ونصوص كثير جدا، لذلك الانستراكشر بتزيد اكثر فاكثر مع الوقت. الافتراضات اللي موجوده بالانفورميشن ريتريفال هو مجموعه من الدوكيمنتس، والهدف انه يكون في عندك ريتريف للدوكيمنتس والانفورميشن ذات ريليفنت. كلمه ريليفنت هي يعني مناسبه، ماشي، التناسب، تناسب ما هو ما ارجع مع اللي في ذهنك انت كيوزر كشخص عندك كويري عندك استعلام to the user's information need and helps the user complete the task. هذا كله الكلام حكينا عنه، حكينا عن precision and recall كمان مسبقا، وقلنا لكم انه هذا الكونسبت ماب اللي راح نمشي عليها طبعا لطالما انه انت بتتعامل مع مودلز مختلفة، سنبدأ بأبسط المودلز الا وهو الستاندرد بوليان اللي بتميز بينه set theoretic بيعتمد على نظرية المجموعات، وما في ما في عندنا اهتمام بالتيرم انترديبندنسز، يعني التيرمز اللي فيه ناخذها بشكل يعني بسيط جدا سمبل بشكل ساذج. ما في ممكن تبحث عن نص مثلا في احدى مسرحيات شكسبير عن مثلا انطوني مثلا كليوباترا، الاصل انه العلاقه بين انطوني وكليوباترا يعني كونه كان علاقه بيناتهم، وهي قصه من قصه يوليوس قيصر وفوليو سيزار جوليوس سيزار، بأي لهجة أو بأي لغة أردتم أن تنطقونها، المهم إنها إحدى مسرحيات شكسبير اللي راح نطبق عليها الآن بعد شوي بعض الإكزامبلز. فلذلك النقطة اللي أنا وضحت فيها هون إنه كليوباترا مثلا وأنطوني أنطونيو ممكن ينذكر واحد منهم في بداية الرواية والآخر في نهاية الرواية، فبالتالي ما في علاقة بيناتهم، ممكن واحد اسمه أنطونيو واحد اسمه كليوباترا وليس كلاهما،
لكن لذلك هذا الستاندرد بوليان مش يعني لا احيانا في كثير من الاحيان يعني راح نشوف انه كثير سطحي ولا يمت بصله احيانا حتى للمنطق. لذلك من باستخدام الالجبريك فيكتور سبيس موديل ممكن احنا نعمل اكستندنج ندمج ما بين الفضاء الشعاعي الموجود بالفيكتور سبيس الفضاء اللي ممكن يعطيك لكل تيرم ويتس بالتالي انت توسع هاي المنظومه من خلال الجبر الربط بين نظريه المجموعات والجبر. بكون احسن كمان اذا ما انه ما دام انه انت بتتعامل مع ال 01 موديل ستاندرد بوليان لو عملت probabilistic بحيث انه يكون مش 01 يكون interval interval. فهذا الكلام كله راح نجي لما نتعامل مع الانفرنس نتورك والبليف نتورك وما الى ذلك. الان هذا الحد اللي بتعامل مع هاي الامور البسيطه التي ذكرت هنا وذلك الامتداد اكثر نحو ما هو اكثر منطقيه وما هو اكثر معنويه سيمانتيكلي او دلاليا اكثر هو ما فنقول سيكون الثاني من المسار. يعني هذا الكلام كله راح نقضي فيه شهر مثلا ممكن شهر او مثلا خلينا نكون مثلا دقيق 5 أو 6 محاضرات نعطيكم هذه الاكزامبلز بعدين ننتقل شيئا فشيئا الى ماذا الى امور اكثر سيمانتيكلي يعني بحيث انه نربط بين التيرمز ما تكون الامور انترديبندنس ما يكون فيها يعني without يعني interdependence لا يكون في interdependence علاقة بين terms. فهذا بيضفي نوع من السيمانتيك latent semantic. وأيضا الفيكتور سبيس بعمله أكثر generalized بحيث أنه أحوله لtopic based تمام يعني أطلع من قائمة الكلمات إلى الجمل مع اللغة أدخل أكثر بالمواضيع بالسياق الكونتكست. وهذا الامر قد يستدعي الفازي لوجيك اذا كان معنا وقت ممكن نعطيكم اكثر الفازي لوجيك حتى اوضح اكثر هذا الامر اللي انا بعنيه يا جماعه. انت كل ما اتجهت من المورفينز المقاطع الصوتيه الى ما يكونها من ووردز كلمات الى فريزز جمل الى سنتنس جمل عفوا فريز اشباه جمل سنتنس جمل الى تكست نص الذي يحوي السنتنسز الى الدومين نطاق العمل الكونتكست الدومين اللي انت التوبيك اللي انت بتتعامل معاه كل ما فيك انت بتخف اكثر من الامبيجويتي. هذا الحكي احنا شرحناه في المحاضرات وقلنا لكم ايش علاقه حتى الان ال بي مع هذا الموضوع ليش احنا بنستفيد من منطق ارسطو وصولا لما يسمى الانطولوجيا او الانطولوجي. فلذلك هذا الامر احنا حكينا لكم عنه مسبقا. المثال المشهور الذي يعود الى القرن بدايات القرن 17 اللي هو المسرحيات شكسبير. فبقول لك انه هون مثلا سؤال كويري انه which plays of Shakespeare contain the words of Brutus and Caesar but not Calpurnia. طبعا مين هاي Calpurnia؟ هذه زوجة سيزار او قيصر يوليوس قيصر الثالثة. بروتوس مين هذا بروتوس؟ بروتوس هو اللي قتل يوليوس قيصر حسب المروية اللي رواها شكسبير وحسب اللي يعني ما تناقله عن الرومان القدماء اللي طبعا هذول الجماعة كانوا عايشين بالقرن نهايات القرن الأول لميلاد السيد المسيح قبل ميلاد السيد المسيح بعشرين أو ثلاثين عام. المهم ما علينا من هذا الكلام كله سوى أنه نعرف إحنا بالضبط إيش الدومين اللي إحنا بنتعامل فيه دومين قصصي دومين زي ما حكينا قبل شوي حتى أحيانا يعني نقلل الغموض قدر الإمكان فيما هو قادم من examples. فبقول لك one could grip all Shakespeare's plays of Brutus and Caesar then strip out lines containing Calpurnia. يعني هون بقول لك بشكل تقليدي ممكن واحد يروح يمسك كل مسرحيات شكسبير تمام اللي فيها بروتوس وسيزار ماشي وبعدين بشيل كل الأسطر اللي فيها Calpurnia. فالمهم بقول لك انه لماذا هذا هو ليس الحل لانه بطيء جدا خصوصا لما تتعامل انت مع لارج كوربورا يعني مسرحيه شكسبير بتجوز تعد لها 100 صفحه لكن احيانا انت بتتعامل مع الاف وملايين الصفحات. ايضا نوت كولبرينا
is non-trivial, يعني ليس امرا سهلا انك انت تتعامل مع الاوبريشنز بتاعت النون كاليفورنيا يعني. فلذلك في عندنا اللي هو نموذج البوليان موديل اللي بيتعامل مع المعاملات بالطريقه الصح الاوبريشنز، وهو ابسط الانواع. يعني كيف ممكن اتعامل انا مع الـ مع مع, مع الكويري السابق؟ شو الكويري السابق؟ بروتوس وسيزار وكل يعني كل الدوكيمنتس اللي فيها بروتوس وسيزار وما فيها كالبورينا. فهذه كيف ممكن تصير؟ هذه لاحظوا هنا مثلا هذه الكي ووردز اللي عندي، مسرحيات شكسبير، انتوني، بروتوس، سيزار، كالبورينا، كليوباترا، ميرسي، وورسر. هذه تيرمز، هاي تيرمز مختاره بعناية. طبعا تيرمز تكون اكثر من هيك، لكن هاي عباره عن تيرمز تم اختيارها بناء على نمط معين سيمبل، يعني as simple as possible. فالمسرحيات شكسبير الموجوده هون عندنا هي ما يلي، اللي هي انتوني اند كليوباترا، جوليوس سيزار، جوليوس قيصر، ذا تيمبست العاصفه، وهي احدى مسرحيات طبعا شكسبير المثيرة جدا. يعني انا قرات اغلب مسرحيات شكسبير بهذه الزمانات، فعندي فكره عنهم. يعني هاملت اللي هو كان يعني احد الملوك يعني مع ماكبث كمان، اوثيلو عن عطيل، روايه عن عطيل. فالمهم انه عندك بروتوس وسيزار ونات كالبورينا. لاحظ طبعا الاسلوب كما يلي، انه وان اف بلاي كونتينز وورد زيرو اذروايز. اذا كانت يعني واضح تماما انه انتوني عن كليوباترا مثلا ما فيها ذكر لكالبورينا، تمام، لانه انطوني وكليوباترا. بينما مثلا على سبيل المثال روايه او مسرحيه خوليو سيزار، جوليو سيزار، في ذكر لكالبورينا كونها زوجته. فهذا الامر لاحظ هنا عدم وجود كالبورينا بيعطي زيرو، بانطوني عن كليوباترا وجوليو سيزار 1، وهكذا دواليك بنعبي المصفوف بهذه الطريقه. لاحظ، فبنطلع بانه الروايات او المسرحيات شكسبير اللي فيها الشيء اللي احنا بدنا اياه مجموعه بهذا البوليان موديل، اللي هن انتوني اند كليوباترا وهاملت وماكبث، لا طبعا هاملت بس، وهنا السينز الانسرز تكويري لمن وجود لاحظ سيزار وبروتوس بمسرحيه مين؟ مسرحيه انتوني اند كليوباترا. طبعا كلام لاجريبا، اجريبا هذا اسم احد الاشخاص اللي بالروايه طبعا او بالمسرحيه. هاملت كمان، ولو انه هاملت هون الحديث فيها عن احد الملوك الانجليز، لكن انجابت سيره بروتوس وسيزار من باب التاسي فيهم يعني يبدو. فبالتالي منطقيا يعني الحل صحيح بشكل ممتاز يعني. فماذا عن لما تكون الامور فيها بيجر كوليكشنز؟ هذا ما سنراه احنا في المحاضرات القادمه. وطبعا حكينا كمان عن الانفيرتد اندكس، كيف انه الانفيرتد اندكس بكون في عندك تيرمز، وهون على اليمين بوستد ليستس اللي بتكون احيانا في البدايه، يعني بتكون فيكست سايز اريه بنحط فيها اسم الدوكيمنت اللي احتوت عليها على التيرم اللي هون، تمام، وقد تكون فيما بعد لينكد ليست. لاحظ هاي نسميها بوستينجز، وهذا الدكشنري او التيرمز، هذا بوستينج، هذا بوستينج ليست. ف يعني لما نيجي على الاسلوب الانفيرتد ليست كيف يعمل، اول شيء احنا تو اندكس ذا دوكيمنتس، وانا انبسطت على احد اجاباتكم في محاضرة الأمس، أحدكم قال إنه إحنا بالinformation retrieval عم بنحول من unstructured لstructured، بنحاول دائما نعمل indexing. نعم هذا ما نفعله بالضبط، إحنا بنعمل دائما indexing للأشياء، لكن قبل أن أثناء عملنا لهذا الindex يجب أن نصفي إنجاز لنا التعبير terms tokenization، نأخذ مثلا الكلمات الأساسية بنطلع بtoken stream، بعدين هذه الكلمات الفريندز بنشيل الاس بتصير فريند، الرومانز بتصير رومان، الكانتريمان بتصير كانتريمان. لاحظ من نرجع الاشياء لسياقها القياسيه. باللغه العربيه احنا شو بنعمل؟ روتينج مش ستيمينج، نعمل روتينج، بنرجع الاشياء. يعني مثلا يعملون، عامل، معمول، كله هذا بترجع للكلمه عامله.
مثلا كاتب سيكتبون مكتوب كله بيرجع للجذر ايش كتبه، وهكذا دواليك. فنفس تقريبا نفس المبدأ، ولو ان اللغة العربية اكثر ثراء يعني لانه فيها روت يعني. فالموديفايد توكنز هاي بعدين بنصير نحطها بالانفيرتد اندكس، بنحط التيرمز وما يقابلها من بوستنج ليست حسب التوكنز اللي عندي. فلذلك هذه الامور احنا تحدثنا عنها من توكنايزيشن، وحتى مفهوم النورماليزيشن لحتى نعمل احنا مسألة تكون قياسية بين كل الدوكمنت، الى ان نصل لمين؟ الى ان نصل للستيمينج، الى ان نصل لمين؟ للستيمينج، وبالتالي نبلش نحذف الستوب ووردز وما الى ذلك من امور. هذا المثال احنا ذكرنا لكم عنه لما حكينا عن دوكمنت 1 ودوكمنت 2، وبالتالي نبني الاندكس لها بهذه الطريقة، تتسلسل طريقة سهلة جدا وسلسة. طبعا احنا الان نكتفي بهذا القدر، نكمل ان شاء الله فيما بعد، نكمل ان شاء الله فيما بعد هاي الخوارزمية اللي راح نتحدث عنها المرة القادمة ان شاء الله. نكتفي بهذه الثلث ساعة صحيح، لانه انا وعدتكم او ارسل لكم محاضرة مسجلة قدر الامكان لحتى تكونوا متابعين للسلايدات. ارجو ان تقوموا بقراءة السلايدات هذه، في طبعا هومورك انا راح ارسل لكم اياها ان شاء الله في الأيام القادمة. ممكن أنتوا طبعا راح تستخدموا فيها البايثون والبانداس، تمام، واللي حاب يستخدم الفيجوال ستوديو مع البايثون، أو اللي أناكوندا، لا أناكوندا مع الجوبيتر بصير. لكن إحنا اليوم نكتب بهذا القدر. في كمان سلايد أنا أرسلته لكم المرة الماضية، هذا السلايد هو ما يلي صحيح. خليني أرجع للسلايد. يعني راح نتحدث فيه بشيء من التفصيل اكثر عن دوكمنت انجشن اكثر، يعني من اللي لسه اكدنا عليها قبل شويه. بعد ما ناخذ التوكنايزيشن الستريمز، يعني بصير في عندنا لينجويستيك موديلز موديولز يعني بناء على اللغه العربيه او الانجليزيه او اي لغه حسب انها اما ستيمينج او روتينج يعني فيها، وبالتالي نبني الاندكس بالطريقه الصح. مفهوم البارزنج، طبعا هذا الكلام راح يذكرنا بامور انا اعطيت فيها، بديش انتم ما اخذتم مضاريف الحوزبه والله بالنظم، ممكن نعطيكم بعض القواعد الاساسيه، الكونتكست فري جرامر والكونتكست سنسيتيف جرامر والعلاقه مع ريجولر جرامر. هذا الكلام ممكن نحتاجه لانه هذا شغل الان ال بي صحيح، لازم انك انت تجهز الدوكيمنت لمين للاحظ هاي المساله، هذا شغل انا البي اكثر بالمناسبه، الى ان تصل للاندكسر هذا الكلام كله اللي هون شغل انا البي ناتشرال لانجويج بروسيسنج بالمناسبه، وجزء من الاي ار، يعني جزء من الاي ار، ويعني الجهد اللي بينقام هون يعني بالتعامل مع اللغات الطبيعيه. هذا الموضوع اللي كنت اتحدث عنه بدايه المحاضره لما تشوفوا الان البي والبارزنج، هذا من يخضعوا طلاب الحوشب اللي هو الكومبايلر وما الى ذلك من امور. هذا كله كلام سهل ان شاء الله، لاحظ حتى فيها كمان بعض اللغه بعض الامثله المسقطه على اللغه العربيه. طيب انا بكتفي بهذا القدر، يعطيكم العافيه ونراكم ان شاء الله على خير، وانتظروا مني ارسلكم الوظيفه في الاسبوع القادم.